سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، واهلا بكم ومرحبا بفرنكم الشيف. النهارده عندنا زيت ذره كريستال، هنعمل بيه الريش اللي بالمشمش. عندي ريش بالمشمش مجفف، عندي بصل وتوم وبهارات وعيش توست ولوز مجروش، عندي بيض ولبن، عندي ديمجلاس، زيت ذره كريستال، ملح وفلفل. احنا النهاردة بنحاول نجدد في أكلنا عشان خاطر نعجب حضراتكم ونعمل حاجات جديدة كده أول مرة نعملها. تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى دلوقتي في الحلقة بتاعتنا. أول حاجة كالعادة هنفرم البصل مع التوم عشان نعمل منه الصوص بتاعي ونعمل منه تتبيلة اللحمة ونعيش حياتنا زي ما احنا عايزينها بالطريقة الجميلة. طيب كده ادي البصل، خلي بالكم النهارده بنعمل حاجات جميله، ممكن وانا شغال افتكر حاجه تانية احطها، كل شيء وارد. ادي كده البصل اهو، ديمجلاس يا استاذ ابراهيم، كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندنا حلين، يا نعمل الاول اللبراي بتاع العيش والتوست اللي احنا هنعمله، يا اما نعمل اللحمه، لكن انا عايز امشي بالتكنيك الحلو عشان نستخدم الطاسه بتاعتنا زي ما احنا عايزين. ده التوست بتاعي اهو، انا عايز اعمله بطريقه حلوه جميله. ادي شويه تاني، يبقى نوفر بقى التقطيع والتخبيط عشان ايه، هنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع حضراتكم. القطعه دي، القطع اللي بينزل مني ده ما برميهوش بتاع التوست، بستخدمه بريدت لاسكولوب بانيه، للكفته البانيه، للبنهات عامه بحمره او بحطه في الفرن ينشف، بعد كده بستخدمه عادي جدا، ما فيش حاجه عندي بتترمي. كده هنا اهو، يبقى كده هنا ارفع دي من على النار شويه عشان ما تحرقش مني، وابقى واقف صاحي لنفسي عشان ايه ما لوش مع حضراتكم وتتضايقوا مني. اجيب الحاجات دي بقى كده اركنها على جنب عشان ممكن نستغلها بعد كده ونحمصها. عندي حاجه اسمها اللاباراي. ايه هو اللاباراي؟ هنشوف دلوقتي مع حضراتكم. هنحط الاول زيت ذره كريستال اهو كده، ادي اتنين بيضه، بنعمل حاجات جديدة يا رب تعجب حضراتكم. عندنا شوية زعتر مفرومين،
الاحظ ان انا عندي البيت زفر. لازم يا عم فهد صباح الخير، يا استاذ فهد صباح الخير، شاهد صباح الخير. معلش. ايوه شاهد ازيك؟ الو يا شاهد كده. انا بحبك جدا يا سيف شربيني. صباح الفل يا قلبي يا وبحب كل اكلاتك. ايه تاني يا حبيبتي؟ صباح الفل يا روح قلبي، تأمريني يا بابا. عايز اعرف ازاي بنعمل كيكة الشوكولاتة. على عيني يا حبيب قلبي، على عيني يا بابا، شكرا ليكي. كده هنا ادي، بسم الله الرحمن الرحيم. ست راوية. مش يا بوسي. صباح الخير يا ست راوية. ست راوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ست راوية. ازيك يا شيخ؟ في نعمة والله يا ست راوية، تأمريني حضرتك. الله يخليك، انت والله احلى شيف في الدنيا. مرسي ليك يا فندم، ربنا يكبر بخاطرك ويخليك ليا يا فندم. انا لو سمحت ممكن ابعت ايداع لجوزي؟ طبعا خدامك يا فندم، اتفضلي. الحاج نصر المختار. فين هو؟ عايش فين؟ لا لا معانا بس يعني. على عيني. صباح عليك. صباح الفل على جوزك وربنا يخليكم لبعض. الله. ودايما كده تسبقي بالخير دايما وبتصبحي عليه. اشكرك على اتصال حضرتك. شكرا يا ست الكل. طيب كده هنا بقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. كده بنعمل حاجات جديدة يا رب تعجب حضراتكم. اهو بنقلي العيش ده بعد ما اديناه لبراي. اهو يا ست فاطمة. الو صباح الخير على ست فاطمة. صباح الخير يا شيف شربيني. صباح الهنا يا ست الكل. عامل ايه؟ في نعمة والله الحمد لله، انت اخبار حضرتك ايه؟ عايز اقول لك ان انا وابراهيم ابني وعمر قاعدين قدامك كده على طول. ربنا يخليك ابراهيم ويخليك عمر وتفرحي بيهم. الله يخليك. امورينا. بس شيف معلش، عايزه اللي هي فيه فراخ كده بالبصل، كانت والدتي بتعملها بس انا ما اعرفش ازاي. بتبقى فراخ كده ومعاها بصل كنا بناكله وبتبقى طالعه زي المشويه. احنا كنا متربين عليها القصه دي. احنا كنا في بيتنا دايما نجيب البصلايه كده نحطها على النار وتصفر، نخرطها خرطه كبيره، وبعد كده بننزل عليها بالفراخ ونخليها ايه تستوي منها فيها كده. بعد كده عندنا عيش بقى ورز، نقعد نغب، نقعد ناكل بقى، ما بنشبعش منها يعني. ما بحطلهاش ميه او اي حاجه؟ سقسه ميه بسيط يعني، مش لازم نكتر ميه، لان هي بتبقى اهم حاجه عندنا فيها البصل. يعني اصفر البصل الاول بعد كده احط عليها الفراخ واحطها في الفرن ولا اخليها من فوق؟ لا على 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 البوتاجاز، كله على البوتاجاز. اوكي تحت امرك. كل سنه وانت طيب يا فندم، ميرسي لاتصال حضرتك. كده هنا بحمر دول، ممكن اخدهم برضو. ما بحبش الزيوت كتير عندي في الاكل، ممكن كده اهي، وندخلها في الفرن بعد كده برضو. اعشاب، بيض ولبن، ملح وفلفل اهو، مع عيش التوست. وادي كمان لسه اهو. يا ست ام محمد سلام عليكم.
السلام عليكم. ازاي حضرتك يا حاج؟ الله يسلمك. ازيك حضرتك؟ كيف والله يا فندم، ربنا يخليكي، ربنا يكبر بخاطرك. تأمريني سعادتك. ست الحاجه اتفضلي يا فندم. صوتك مش واضح ليه يا حاجه؟ عندي جايبه عرق وعايزه حضرتك تقولي ازاي اعمل عرق. عرق بتلو ايه بقى حضرتك؟ البتلو ما فيهوش عروق. عرق بتلو ايه؟ لان البتلو صغير ما بينفعش فيه عروق كبيره. عروق. ها؟ جمل. ايه الصوت حضرتك مش واضح، يا ريت تكلميني تاني حضرتك عشان اشوف طلبات حضرتك ايه. انا اسف جدا مش سامع حضرتك. الو ست فريال، ازيك يا شيف؟ ازيك يا ست فريال؟ عامل ايه؟ انا في نعمه يا حبيبتي. كويس في نعمه يا بابا، ربنا يخليكي. شكرا جدا يا شيف على الاكلات الجميله اللي انت بتعملها لنا. تسلمي لي على كلامك. العسل اللي زي الفل اللي زي الورد يا حبيبتي. تفضلي، سؤال حضرتك ايه؟ مش عايزه اسال، انت مش مخلينا محتاجين حاجه. الله يكبر بخاطرك ويخليكي ليا يا حبيبتي، ربنا ما يحرمش منك يا رب. اشكرك يا حبيبتي على كلامك واتصالك الجميل الحلو كده. هنا حضراتكم ادي الريش بتاعتي. شكرا ليك يا ست الكل، اشكرك. اهو اهو ملح وفلفل. دايما الريش روحها الخل او الليمون. يا ست هند سلام عليكم. الو ست هند ازيك؟ الحمد لله. الو اهلا ست هند، سامعك يا ست هند. ازيك يا شيف؟ والله في نعمه الحمد لله يا ست الكل، تأمريني. الله يسلمك. احب اشكرك على الاكل اللي بتسويه. بشكرك على اتصالك الجميل يا ست الكل والله. وحابه يعني اخد رقمك، ابغى ادعيك عندنا تيجي السعوديه. ده شرف لينا يا ريت والله. ده احنا حد يكره ان يزور الرسول عليه الصلاه والسلام والاراضي الطاهره؟ لا بجد، عشان انا جايه قريب على القاهره، بس اخد رقمك على اساس ابغى اعمل لك دعوه. الله يكرمك يا ست الكل. يا هدى اديها رقم لو سمحتي. بشكر حضرتك على اتصالك يا فندم، وربنا يكبر بخاطرك ويخليكي لينا دايما. اشكرك يا ست الكل. كده ادي البصل بتاع الفايض اهو، كمان شويه بصل تاني اهو. زي ما حضرتكم ده شايفين النهارده كله جديد في جديد، بنعمل حاجات حلوه عشان تعجب حضراتكم اهو كده. بشكر على ست الكل اللي اتصلت من السعوديه، على احترامها وكلامها الجميل، وان هي ست بتقدرنا. ده شرف لينا كلنا انا وزمايلي. اشكرك يا ست على كلامك واتصالك الحلو كده. حاضر، النضورج اشتغل. اللقمه دي حلوه قوي يا جماعه، بنعمل حاجات حلوه. يا رب تعجب حضراتكم النهارده، لان النهارده معايا المخرج بخاف منه، لان دايما بيكلكع لي في الشغل وبيشد عليا، والحاجه اللي ما بتعجبوش بيقفل الخط وبيجي لي جري ويقعد يعمل معايا مشاكل كده وانا مش قده. فانا عشان كده بشتغل وانا خايف. ورب... شفت بقول؟ شايفين بهددني ازاي؟ شايفين بهددني ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنا ادي المشمش اللي هي المشمشيه، بقطعها كده. ست نجاة سلام عليكم. عليكم السلام. انا عايزه الشيخ الشربيني ابعت رساله عيد ميلاد ابني حفيدتي اسمه عمر احمد الفيشاوي. عمر احمد الفيشاوي كل سنه هو طيب. وانت طيب. وانت طيبه. الف كل الف مبروك وكل سنه طيب لعمر احمد الفيشاوي. ايوه ببلغه. أيوة. تحيات البرنامج واصدقاء أحمد البرنامج. اسمه عمر. عمر احمد الفيشاوي. عمر احمد الفيشاوي. على عيني على عيني يا ست الكل، رسالتك وصلت. وكمان مره بقول للاستاذ عمر احمد الفيشاوي
كل سنة وانت طيب وعبال 100 سنة وانت مع تيتا يا سيد عمر. شكرا لحضرتك يا ست الحجة كده. وانا شغال كده بقى بقطع هسا اذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعى دور المحطة وتروح بيهات بعد الفاصل ونشوف هنعمل ايه في الفرن. حطيت هنا شوية من المشمشية، شوية من الألمون فلاك، ألمون اللي هي اللوز المحام اللوز المجروش، مع العيش التوست اللي احنا قليناه. وادي هنا دي مجلاس اهو، كده بنعمل حاجة يا رب تعجب حضراتكم. حطينا هنا برضو شوية مية هم، ده الصوص بتاعي. كده اقلب اهو، عايز اللحمة تستوي بالمشمشية اهو. وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. كده اهو ندبر الغرف بتاعي عشان برضو نعمل حاجة حلوة. ماشي ماشي يلا اهو. ست سوزان سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ست الحاجة؟ الحمد لله. أموريني سعادتك. أنا عندي مشكلة في الكيك يا شيف شربيني، يا أحسن شيف في الدنيا. أحلى ست سوزان ربنا يخليكي. أموريني يا فندم. الكيك بيهبط مني في النص كل ما بعمله. الكيكة بتهبط من حضرتك كل ما بتعمليها. أنا بعمله في قوالب تيفال. لا هو ما تفرقش حضرتك قوالب تيفال او اي قوالب، لكن حضرتك بتفرق عندنا في الفندق الفرن عندك بمروحه او لا بتفتح. لا مش بالمروحه يا شيف شربيني. برضو مش مشكله، انا حضرتك لما بحطها كده في الفرن بيبقى عيني عليها اول ما بتعلى واعرف ان هي استوت بطفي الفرن ما افتحش عليها تاني. يعني انا فتحت كده انا عامل درجه حراره 35 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية. بقفل عليها اخلي تسترجع الحرارة تاني، وبعد كده اطفي عليها واسيبها جوه ربع ساعة تاني زي ما هي. يعني دلوقتي انا هي عالية، ادفع عليها الفرن ما تطلعهاش. ما طلعهاش. لا. بعد ربع ساعة طلعيها. شكرا. تأمريني يا فندم، تأمريني سعادتك. النهاردة لو أنا عندي وقت أعمل الكيكة الاسفنجية عشان نوريكم بنعملها إزاي. أنا خدامكم وربنا يكرمنا، مش هن إيه نقصر معاكم. أشوف بس كده عندي إيه هنا، هشوف الدنيا فيها إيه. لو ربنا يقدرني أقدر أعملها لحضراتكم هكون فرحان. يصعب عليا حضراتكم تطلبوا مني شيء وأنا مش قادر إيه أنفذه. كده شوفوا حضراتكم، نديها فوق شوية تتحمر من فوق شوية عشان نعمل حاجة جميلة. طيب النضورج بتاعي يشتغل معايا عشان ابقى عارف انا بعمل ايه، عشان ممكن تتحرق مني. ولا رومون بيقول لي طلع على في الفرن، ولا عم ابراهيم طمان ليه عايزيني اطلع خايب عشان مباش كده يعني. كده انتوا عارفين القصة، وعدوك عدو مهنتك برغم هو مش في مهنتي خالص، بس اهو يلا الله سهل لعباده، مش عايزين نجيب سيرة حد. مش عارف يا رب ما طلعتنيش مخرج ولا مصور عشان كنت ساعدت الناس اكتر من كده. طيب يلا كده ايه، تعالوا بقى يا جماعه نقول لكم على حاجه جميله. تعالوا نعمل طاجن باميه بالفراخ،
وشوفوا بقى لما احب اعمل حبه باميه واتدلع فيهم هنعملهم ازاي. هنشوف مقاديرنا، وراك دجاج وباميه وبصل وتوم وليمون وكزبره خضراء كمون، طماطم ومكعب مرق وفلفل حراق وزيت او زبده، بس زيت زيتون. هنعملها ازاي؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي. انا عندي الباميه طازه اهي، مش من الباميه اللي هي بتيجي من بره اكياس، عشان اعملها بمزاج. والله حضراتكم كل واحد بيقف في مطبخه بيعمل حاجه بمزاج، ربنا بيكرمه والبيت بيبقى فيه البركه وكل حاجه بتبقى زي الورد. هنعمل ايه دلوقتي حضراتكم؟ هنشوف دلوقتي هنعمل ايه في الباميه بتاعتي. اولا عندي تستين على النار، عندي تستين على النار، هنشوف نستغلهم ازاي. انا قلقان من ده ليه؟ اطلعه بره بقى عشان حتى الاستاذ ابراهيم نام هناك، راحت عليه نومه اللي انا قايل له اشهد معايا، وممكن من الواضح ان ممكن رمون غمزه بسجاره عشان ما يتحركش من مكانه، او ابراهيم يكون برضه لغاه قال له روح مشواره تعالى لي، هات باكو شاي ام حسن من بورسعيد وتعالى لي. المهم يعملوا اي حاجه يشغلوا المساعد بتاعي عشان ما اقفش يبص على الفرن. دي بلبه كشري؟ ماشي. عندك صاحب الكشري فوق. عندنا صاحب المحل فوق. كده عندي هنا توم. شوفوا بقى هنعمل ازاي الباميه بمرض الله. وادي بصلايه. نركن دي على جنب كده. ده الفلاك ألمون. يا ست منار. السلام عليكم يا شيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ست منار. ازيك يا شيف؟ أنا ليا عندك سؤالين يا شيف. أول سؤال، عندي كوبيبة وعايزة أعملها الزبادي زي مرة عملت كده. على عيني. إيه تاني يا فندم؟ بس هعملها النهاردة، وعايزة أعمل فطير الفطاطري، العجينة بتاعت فطير الفطاطري. ملح ومية، ملح وميه ودقيق. أيوة. ملح وميه ودقيق بس. طيب. واعجنيهم وسيبيهم يريحوا ساعتين في الثلاجه. زي ما عملتهم قبل كده قدام حضرتك. ايوه. وعلى ما يبدو ان كان شكلهم مش بطال. لا كان حلو اكيد. ده عشان خاطر حضرتك اتفرجت عليها بس. ربنا يخليك. انت تأمريني حضرتك. عايز الكوبيبه بس. طيب الكوبيبه حضرتك احنا عندنا حل من الاثنين. يسلقها في شويه مكعبين مرق وشويه شوربه. او شويه لبن. يا اما تعملها على البخار. طيب يا شيف، هو انا شفت ال غدا التلي عملت امبارح الشيف فرج حطت العجينه في الزبادي بالنسا، هو كده ولا لا؟ اكيد هي بتفهم اكتر مني، لان الشيش براك ده من عندهم من الخليج، من الشام. الكوبيبه زي الكوبيبه ممكن اعملها زيها بالزبادي والنشا؟ لا بص، ما تحطهاش نيه. انت هنعمل الصوص هنعمله بالزبادي والنشا. لكن الكبيبه هنجيب حل على النار. نحط فيها ميه. ونحط فيها مكعب مرق ونطعمها زي ما احنا عايزين. بعد كده نحط عليها مصفى ونحط فيها الكبيبه. اوكي. الميه دي هتطلع عليها تعمل ستيم، ما تكونش ميه كتير عشان بحط فيها مكعب مرق. ايوه. واديها بهار. بعد كده بطلع كبيبه استوت كده، هتستوي. بزود شويه زبادي ولبن وشويه نشا على الشوربه اللي على النار. واديها شويه كريمه لباني. أيوة. شويه زعتر، شويه سنيبر زي ما انت عايزه، شويه كزبره خضراء، هتطلع عندك الصلصه البيضاء. شكرا يا شيف. انت تأمريني سعادتك. كده هنا عندنا شقين، ادي حبه بصل وادي حبه بصل. ادي هنا اهو كده، وادي زيت زيتون اهو، وادي شويه زيت زيتون تاني هنا، وادي شويه بصل وتوم اهم كده كده. يبقى عملنا كده هنا شقين، ادي بصل وتوم وادي بصل وتوم. هنا في مكعب مرق اهو كده، بنزل بالباميه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين كده اهو.
اهو. ركزوا معايا عشان النهارده يوم حلو زي الفل وبنعمل حقيقة. بنعرف نطبخ، بنعمل ان احنا بنعرف نطبخ. دي الفراخ بتاعتي اهي، بقطع الفراخ. ست ام سيف صباح الفل. صباح النور، ازيك يا شيخ؟ صباح الهنا وصباح الورد على ست الكل. اسلم اسلم الوجه الطيب ده، الله يحفظك. يا صباح الهنا على ست ام سيف، الله يخليك. وامورين يا فندم. يسلم ايديك وعيونك وكل الله شيء. الله يكبر بخاطرك ويخليك لينا يا ست الحاجه. الله يخليك يا ست يا كريمه يا محترمه. تسلم. انا قاعده اطالع الباميه واتفرج على الباميه النهارده. اه 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 لا بس مش احسن من بنيتك يعني. انا عارف اكل ام سيف. لا الله يخليك. انت احسن وطيب. الله يخليك يا حاجه، ربنا يكبر بخاطرك وخليك لينا. شكرا يا شيخ، طول عمرك يا رب. كل سنه وانت طيبه واشكرك على اتصالك. الله يزيدك من نعيم الله يا ست الكل. اتفضلي يا فندم. كده هنا اهو، تعال نشوف هنعمل ايه تاني. هنا عندي هنا كويس ما موعدش. ادي قرن فلفل حراق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو طماطميه اهو، شويه بهارات، شويه كمون كده اهو. هقلب بقى وانا شغال اهو. يبقى حاطين هنا طماطميه تاني كمان عشان ايه نعمل الصح اهو. بنعمل الباميه على جزئين، على جزئين اهو. اقلب طول ما انا شغال. يلا لسه هنديها كزبره خضراء. قرن فلفل، طماطم، كمون، بهارات. مش عايز اهرسها قوي، مش عايز اهرسها قوي. زي ما انتم شايفين كده حبيبات اهي اهي كده اهو اهو. شويه ملح، شويه فلفل، ده شويه كزبره خضراء، وشويه ليمون. ادي الليمون اساسي عندي اهو. صلاتك يا سيدنا محمد. شويه كزبره خضراء اهم حاجه عندي يا ست داليا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست داليا؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله. اموريني حضرتك. عايزه طريقه البيتزا بالتونه. البيتزا ايه؟ التونه. حاضر يا فندم، بشكرك على اتصالك. كده هنا ادي شويه الكزبره اهو اهو. شفتوا بقى حضراتكم عملنا ايه اهو. نرجع هنا تاني، نخلي دي على العالي ودي على الواطي اهو. طيب هنا عندي طماطم كاسيه او طماطم فريش عادي اهي، شويه ميه اهو. نرجع تاني كده. مدام هدى من فضلك هات لها البيتزا بالتونه لو سمحتي. كده ضربناها في الخلاط. عندي لازم البصلايه تصفر، لازم دي تصفر عشان ما نضحكش الناس علينا اهو. دي خدت ليمون، زيت زيتون، ملح وفلفل، كزبره خضراء، طماطم، كمون، بهارات، كل اللي انتوا شايفينه حضراتكم ده معاها اهي كده. بنعمل حاجات جديده تعجب حضراتكم النهارده. ست صوفيا. ايوه ايوه يا ست صوفيا.
السلام عليكم يا باشا، ازيك يا باشا؟ صباح الهنا يا ست الكل. صباح الهنا يا باشا. مورين قبلك يا الله يخليك، الامر لله وحده. لو تكرمت بس عايز اعرف بالضبط بالبرتقال، ممكن تقول لي دلوقتي؟ قدام سعادتك يا فندم، حاضر على عيني. العصر 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 تحت امر سعادتك، حاضر. طيب احنا حضرتك دلوقتي من كتر ما اتصل علينا البط بالبرتقال قررنا انا ومدام هدى ان احنا نعمله لحضراتكم الاسبوع اللي جاي. غالي والطلب رخيص يا ست الكل. كده ادي البايركس بتاعي، حط بنوكل على قرشين ابو قرشين كده اهو. يا صلاتك يا حبيبي يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا بقى البامية الشربينية بتعملها ازاي؟ سهل جدا وجميلة وطعمها هيبقى جميل اهو. عملنا كل حاجة على حدة عشان يبقى كله طعم حلو اهو. تاخد غلوة وبعدين ننزل بيها ونحطها في الفرن. نشيل بقى كل الليلة دي عشان نغرف معايا، عشان هشوف اعمل ايه بعد كده، لان عندنا شغل كتير ومش عايزين حد يقول لنا كلمة كده ولا كده، ولا يجي واحد مدير ارضية يتنطط علينا. ليه هو اصلا من الاساس كده عنده عربية دولة بره وجاي يعمل لي مدير ارضية زي مثلا المصورات بتاعي، نفس القصة يعني. كده بسم الله الرحمن الرحيم. صلاتك يا سيدنا محمد. ادي كده طاجن البامية بتاعي، شفتوا حضراتكم بقى اهو. نخش بيه الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا البامية بتاعتي نية، البامية بتاعتي نية. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي شوية لوز. نيجي هنا بقى نرجع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بصوا حضراتكم، ادي واحد. الاول هنحط شوية صوص كده، بعد كده نيجي هنا كده، ادي واحد، ادي اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. حلو كده الكلام يا عمي؟ طيب ادي معقول ينفع يجي مني، يجي مني على اخر الشتاء كده. كده كده طيب كده هنا معلقة اهي، ده الصوص بتاعي. يبقى نعمل ايه تاني يا عمي؟ سندوشت.
ادي شويه من الصوص على جنب. ادي بيت الصوص بتاعي. فلاك ألمون. طب ما تصلي على النبي. ادي اول طبق بزيت ذرة كريستال اهو. احنا استغلنا المشمشية واللوز اللي فاض مني في رمضان، عايزين نخلص منه بدل ما نخليه للسنة الجاية، عشان بس ما حدش يقول لي انت هتجيب منين تودي فين وليه، ولان المخرج بيمسك لي ورقة وقلم جوه ويقول لي التكلفة وعملت ايه وسويت ايه وبيفتح لي محضر. فانا بقول له يا عم ابراهيم لما يكون عندي شويه مشمشيه فايضين مني من رمضان، شويه لوز فايضين مني، يبقى زي ما حضراتكم كده شايفين اقدر استغلهم ومن غير ما اكلف الدنيا حاجه، وعيش التوست موجود والريش موجوده وخير ربنا كتير، بس النفس. طيب عندي برضو وجبه بعد كده هنشوف حضراتكم الفطيرة بتاعتي اللي هنعملها بالمأكولات البحرية. هروق نفسي بس كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هروق نفسي. قال لي اخرج بره دلوقتي عشان عايزين نرش. استأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اقعد غير المحطة ولا تروح بأي حتة. رجعنا تاني بعد الفاصل. هنبص بقى على الطاجن بتاعنا اللي في الفرن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة النبي احسن بصراحة، يعني شكلي كده بعرف اطبخ. اوطي النار عليه شوية كده عشان انا عايز اتغدى منه، ومش هدي حد منه حاجة عشان بس نبقى عارفين من اولها كده. رحت اجيب كوز دورة اول امبارح، كنت بجيبه ب2 جنيه لقيته ب3 جنيه. ليه يا جماعة؟ قال لك اصل البنزين غلي. قال طب ايه دخل البنزين في الذره؟ قال لك المتعهد الوحيد اللي هو متعهد الذره في مصر اللي هو رومون، قال لك غلى السعر. الوكيل الوحيد في الذره بيع الذره رومون. الوكيل الوحيد اللي بيبيع ايه؟ خلينا في فطيرتها. خلينا في الفطيرة. عندي فطيرة مأكولات بحرية. عجينة ملفيه وجمبري وكاليماري وسمك فيليه ولبن وبيض والكريمة لباني بصل توم وكمون وليمون وملح وفلفل، وما انساش اديله شوية زعتر، اديله شوية كرفس، اديله شوية كرات. اشتغلي اعملي اللي انت عايزاه، ما حدش ليه حاجة حداكي. تحفير الدقيق ماشي، بنحبش الليل عشان ايه ما يضحكش علينا. بعد كده نقف على عربيه الدوره، بعد كده ناخد شيفت تاني على عربيه الدوره. طيب ادي بصلايه. السمك يا جماعه ما بحبش بصل كتير، لكن ممكن يحب توم كتير، ممكن يحب توم كتير. وبرده لما اجي اسويه ما زودش عليه البصلايه، ما حمرهاش قوي، ما زودش عليها السوا تبقى مستكاوي كده. عندي شويه زعتر. الزعتر يا جماعه ممكن واحد يقول لك ده يا عم شربين ده مش زعتر، ده اكليل الجبل. اي حاجه اروحها طليقه عطريه بتبقى جميله جدا مع الاسماك. حبه زعتر زي كده اهو، حبه روزماري اللي هو اكليل الجبل،
اللي انتوا عايزين حطوه في الاسماك بيبقى طعمه جميل، طعمه جميل. عاش، حط شويه كزبره خضراء، حط اللي انت عايزه، محدش يجي عندك. طيب كده هنا يبقى احط المكنه بتاعتي. طيب كده هنا يبقى حضراتكم كده ادي مش عارف بتاع ديت بقى اتعصلك ليه في الفتح بتاعها يا جماعه، حد يشوف ميكانيكي يشوف بتاع خلطات. هنا ننزل بحبه زبده الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي شويه زبده الحقها على طول اهو يا ست عفاف. الو السلام عليكم. ست عفاف ازاي حضرتك؟ انا فعلا هشام شربيني. اموريني سعادتك. لو سمحت كنت عايزه رقم حضرتك بس في موضوع ضروري. على عيني يا فندم، هسيبه لك على الشاشه على في الكنترول. حاضر يا فندم، شكرا ليكي، بشكر حضرتك على اتصالك يا فندم. كده هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو، دي البصلايه وادي يا عم علي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته يا عم علي. الله يسلمك. ازيك يا حبيبي؟ الله يسلمك. الحمد لله. امرني يا حبيب قلبي. انا بس على الفراخ المتحمره المقرمشه. على عيني يا حبيبي. حاجه تانيه؟ نزيله الفراخ المقرمشه والنبي يا ست هدى. اشكرك يا عم علي على اتصالك. كده هنا اهو قبل ما تحمر البصلايه بنزل بالصبيط بتاعي اهو، بعديه الجمبري اهو، يبقى عندي صبيط وجمبري على النار مع البصل والثوم والزعتر والزبده اهو، وادي السمك بتاعي انا اقطعه برضو. اهو اقطعه صغير زي ما انا عايز. اهو طيب اديله سنه ملح. عندي حل من الاثنين، يديله تعفير الدقيق طبعا عشان يبقى ليكويد يمسك معاه، يديله شويه جبنه موتزاريلا. مش عايزين ايه نكلف ست البيت عشان ما تزعلش مننا، مش كتير، حبه دقيق صغيرين اهم. يا ست وفاء سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست وفاء؟ عامله ايه؟ الله يخليك. الحمد لله بخير. تأمريني سعادتك. تسلم ايدك، تسلم ايدك على كل حاجه حلوه. تأمريني سعادتك يا فندم. والله في اكل الخضروات مجهوله بالنسبه لنا، مش عارفين نتعامل معاها خالص، زي الخرشوف مثلا وفوايده ونتعامل معاه ازاي، حاجات كده يعني. خدام سعادتك. خدام سعادتك. ايه تاني يا فندم؟ زي قرع الكوسه مثلا، نفس السمك الحلو اللي هو اللي بالبشاميل ده اللي نعرفه. ايوه القرع العسل. حاضر يا فندم. انا عايزه انواع من الحاجات الجميله دي. على عيني. نوع زي الخبيزه مثلا ما نعرفوش خالص. حاضر. لا على عيني. لا احنا عملنا الخبيزه حضرتك، وعملنا كل الحاجات دي كلها، يعني الحاجات دي كلها ما تفوتناش على الناس فلاحين، ولازم نعمل الحاجات الحلوه دي يا ست الكل، ازاي ما نعملهاش؟
كيس خرشوف مش عارفه عملت ايه بصراحه يا فندم. كيس خرشوف سريع، كيس خرشوف مش عارفه اعمل فيه ايه غير السمك اللي هو محشي بالبشاميل والعسل. بص حضرتك، الخرشوف هعمله سلطه، هعمله شوربه، هعمله بالشبت، هعمله كذا طريقه، ليه كذا طريقه. انا عن الوقت عشان اعمل دايت، من مهم الحاجات الجميله جدا اللي ممكن اكلها بعشقها جدا الخرشوف. هجيب بصلايه مفرومه على النار مع حبه ميه من غير اي زيوت، بصلايه كبيره على النار، اقطعها قطعتين احطها تغلي، احط ابني عليها كوبات ميه، كوبتين ميه، وانزل عليها بخرشوف، اديها حبه ملح وفلفل وخليها تشرب ميتها. بعد كده افرم شويه شبت وحطيه عليه، وعصير عليه نص ليمون، وهو طالع ممكن تديله سن زيت زيتون. ده شويه خرشوف تاكليهم سوتيه في منتهى الجمال، في منتهى الجمال، فراخ المقرمشه قدام حضراتكم اهي. لكن حضرتك لو انت عايزه تعملي شوربه، يبقى بقى عندي بصلايه على النار، معلقه دقيق، معلقه زبده، بصلايه على النار، معلقه دقيق، معلقه زبده، ومكعب مرق، وهنزل اشوحهم مع البصلايه مع الزبده مع الدقيق، وبعدين اروح رامي عليهم الشوربه بتاعتي مع مكعب المرق، مع مكعب المرق، بعد كده اديله شويه كريمه لباني، هيطلع معاكي شوربه خرشوف جميلة كده. أشوف البامية بتاعت استوت ولا لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ما بعرفش أطبخ. يلا أمرهم الناس اللي تاكل من إيدينا. نبدأ نعمل العجينة بتاعتي بقى كده، عشان أنا لغيت كتير وشكل الحلقة هتعدي مني من غير ما أخلص شغلي. نشيل بقى كل الكلام ده. عندي حاجة اسمها اللاباراي. اللاباراي هنعمله مع بعض كلنا عارفينه. عندي الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. الله عليك أنت يا جميل، شكلك عينك من البامية. البامية دي محجوزة، خلي بالكم. طيب هشتغل في الطبق التاني ولا اخد فاصل؟ انتوا عايزين اعمل ايه؟ عشان خلاص اخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني عشان نعمل فطيرة اللي احنا اتكلمنا عنها. فاصل وارجع لكم تاني. اول محطة بقى تروح في حد. رجعنا بعد الفاصل حضراتكم. ادي فطيرة السيفود. طبعا حطينا العجينه، احنا سوينا الاسماك مع بعض اهي، وحطيت العجينه كده فردتها اهو، دي العجينه بتاعتي. بعد كده عندي هنا ادي بيض، بزفر الحروف دي كلها كده كده. ببدا اشتغل بقى ايه واعمل ايه كده حضراتكم اهو. ست حنان. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سيكتور بيه؟ ازيك يا ست حنان؟ الله يخليك يا رب. ازاي صحتك؟ في نعم والله يا ست الكل، اموريني الحمد لله. لو سمحت كنت عايز اعرف كفتة السمك بتعمل ازاي. حاضر يا فندم. حاجه تانية؟ لا متشكره قوي. متشكرين جدا على تعبك. بشكرك على اتصالك الجميل ده، انا خدامكم كده. هنا نعمل بقى تاني هنا اهو كده. Thank you.
هنجيب كفتة السمك نتكلم عنها دلوقتي. عندي سمك فيليه، سمك فيليه، عندي بصلايه، فصين توم، شويه شبت، شويه كزبره خضراء، يبقى عندي توم وليمون كمون، كل دوت بفرومه معاه، ممكن شويه رز لو حبيتي، ممكن من غير رز زي ما انت عايزه. يا ست سلمى سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ست سلمى؟ ازيك يا ست سلمى؟ انا بحب حضرتك قوي. يا اهلا بسعادتك يا فندم، ربنا يخليك. انا لما بعمل الكيكه بتفش، مش عارفه ليه. انت تبعتي الخطوات اللي احنا بنتكلم عنها حضرتك؟ اه. اللي هي عباره عن ايه؟ عن الكيكه. ايوه، المقادير بتحطها ايه ازاي حضرتك يا فندم؟ قولي لي مقادير حضرتك. نعم. بتحطي مقادير ايه عشان نظبطها مع بعض؟ بحط البودر والبرتقال والخمس بيضات وكوبايه البرتقال يعني وكوبايه دقيق. انا هديك المقادير دلوقتي على الشاشه تشوفيها وتمشي عليها، ان شاء الله هتطلع معاكي زي الفل. بشكر حضرتك على اتصالك. كده هنا ادي خلصنا من الفطيره. نعم يا فندم. يا استاذ عمر. عم عمر. الو، ازيك يا عم عمر؟ الحمد لله. امرني يا عموره. عايز اعرف طريقه المربى المانجا. مربة الرنجة؟ المانجا. المانجا؟ المانجا ما لهاش مربى خالص. ملهاش مربى؟ لا، عصير بس، لكن مربى لا. يعني ما عملوش البطيخ مربى، ما عملوش العنب مربى. في حاجات كده هتعمل لها مربى. في مربة مشمش، مربة نارنج، مربة تين، مربة فراولة، مربة ورد، يعني حاجات كتيرة كده حضرتك. لكن المانجا ما عملوهاش مربى ليه؟ عشان خاطر دي بتسيح لما تخش النار، والحاجة اللي بتسيح لما تخش النار دي هي بتعملش مربى. بشكرك يا جميل. كده عندي سلطة جميلة وحلوة. هنشوف هنعمل سلطة ايه. عندي سلطة فاصوليا بال تونة. فاصوليا بالتونة هنعملها مع حضراتكم دلوقتي ونشوف هنوصل لإيه معاها. سهل جدا. هنشوف مقاديرها. عندي فاصوليا حمراء وتونة وبصل، بقدونس، زهر الكبري، عصير ليمون، فلفل ألوان، زيت زيتون، ملح وفلفل. قدام حضراتكم كده نشوف هنعملها ازاي. حاضر. ادي نشوف بقى، هنقطع الفلفل الالوان واحده واحده. عندي الفطيره شغاله في الفرن. أول حاجة عندي بصل أقطعه، كل التقطيع عندي بقطعها مقاس واحد، لا حتة كبيرة ولا حتة صغيرة أهو. ادي البصلايه، ادي الفلفل الالوان،
يا عم محمود. السلام عليكم. ابو حنفي. ازيك يا شيفو؟ ازيك يا عم محمود؟ عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ مساء الهنا يا عمي. معلش استاذنك، انا احنا بلديات من امبابة. انا اهلا بيك يا فن. اهلا بيك يا باشا. كنت عايز اعرف بس الطاجن البامية يا باشا ده خدامك يا عم محمود على عيني. ممكن تبقى بدل الفراخ لحمة؟ اكيد 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 اكيد. نفس الطريقة. نفس الطريقة. اه طب معلش بعد اذنك استاذنك في الطريقة يا باشا. على عيني حاضر. انا بجيب البامية لوحديها الطازة، باخدها سوتيه مع بصلاية ناعمة مع فص توم مع شوية كزبرة خضرة مع طماطمية مفرومة مع قرن فلفل مفروم مع شوية كزبرة خضرة مع مكعب مرق مع زيت زيتون. باخدهم كلهم سوتيه مع بعضيهم وبديهم ملح وفلفل وافضل اقلب فيهم كده لغاية ما تتجانس مع بعضيها. بعد كده الناحية التانية بحط البصل على النار مع توم وتصفر البصلية، بنزل معاها بالفراخ او باللحمة، بسوي ده لوحده وبسوي ده لوحده. وبعد كده بقابل الاثنين، ما انساش احط معاها شويه، ما انساش احط معاها ايوه شويه الليمون مع الباميه اللي انا حطيت معاها كزبره وطماطم وفلفل حراق وكمون وملح وفلفل. جميل. بعد كده بقابل الاثنين مع بعض، بديهم شويه الصلصه بتاعتهم واحطهم في الطاجن وادخلهم في الفرن كده زي ما انت شايف. هتطلع معاك حاجة جميلة زي الفل. ايديك يا شيف. تحت امرك. تحت امرك. تأمرني. ده زهر الكبري اهو. معاها؟ ما عندك الزهر الكبري ما تحطيش، ما تفرق معانا، ما تشغلش دماغك. هنا بقى نجيب شوية بقدونس مفروم. عندي في الفرن شغال. الفطيرة شغالة في الفرن. اهو. كده. منساش شوية الكمون اهم حاجة عندي. بعد كده نديها بقى هنا ادي. زيت زيتون. ادي عصير ليمون. ملح وفلفل اهو. ابص على الفرن بتاعي شغاله زي الفل. بسم الله ما شاء الله. الم بقى الدنيا وخلي الليمون ده عشان نزوق بيه اهو. ده فلفل حراق، قرن فلفل حراق ماشي زي ما انتوا عايزين. اهو نقلب بقى كله. ست ياسمين صباح الخير. الو. صباح الخير يا ست ياسمين. صباح الخير، كيف حالك؟ مليح والله. مليح والحمد لله يا ست الكل. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. انت منيحه؟ والله الحمد لله يا ست الكل، زي الفل والله. تأمريني حضرتك؟ انا دروز شربت عدس والله، كل ما طيبات الحق تحرق لي في الطنجره تحرق لي. شربت عدس. عدس علي. عايزه شربه عدس؟ ايه على عيني. تحرق لي. عايز عدس اصفر ولا عدس البجبه اللي هو البراون؟ الاحمر. الاصفر حضرتك ولا البراون؟ الاحمر هذا صغير بزاف. الاحمر. الاصفر على عيني. حاضر. حاجه تانية يا فنم؟ ايه والله مسكوتشو وقتاش كنديرو في الفرن يحبط لي، ما على باليش علاه. انا مش فاهم حضرتك والله، معلش يعني. بسكوتة؟ طارت بسكوت؟ ايه بسكوت. مسكوتشو طارت. حاضر على عيني يا فنم. حاضر.
يعطيك الصحة بالزاف، يعطيك الصحة وموريني حضرتك تحت أمر سعادتك يا فندم، ربنا يخليكي لينا. أروح لعبنا الجزائر، ضيف جزائر أنت، أروح جزائر بلد المليون شهيد طبعا، بلد المليون شهيد طبعا، أحلى بلاد العرب العربي، الناس اللي هم أفضل علينا يعني، الناس بيقفوا جنبينا في الشدة يعني، في كتير قوي يقفوا معانا الجزائريين، وجميلة جحريت طبعا في المها الجميل اللي احنا كنا نتفرج عليه، دي قصة حقيقية كانت في الجزائر وكان ليها تاريخ، والجزائريين كلهم ليهم تاريخ حلو معانا، لا ننسى تاريخهم المشرف الجميل كده. هنا ادي نشوف بس كده الدنيا هنا شكلها ايه. بعد دخول المدارس ممكن اترقى وابقى طباخ، لغايه دلوقتي انا مساعد طباخ، لكن ان شاء الله على دخول المدارس المخرج هديني لقب طباخ، لان هو المخرج مش مساعد، ده مخرج كده اهو. يا ابراهيم كيس بلاستيك وحط لي حبه تونه من دي في كيس بلاستيك كده وشويه باميه. اخد فاصل وارجع لحضراتكم تاني، اوعوا غير المحطه واطرقوا في اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، ونطلع الفطيره بتاعتنا بقى طبعا من الفرن ونشوف وصلنا لايه مع حضراتكم. المشكلة ان المخرج بيقول لي هي اتحرقت منك ولا هتعرف تطلعها، ولا اجيب لك ابراهيم يساعدك، ولا اجيب لك طباخ من على القهوة، مش عارف هو عم ابراهيم حاطط نقره من نقري ليه. وبرضه بقول له عم ابراهيم انا اشتغل على قد ما اقدر، يقول لي ما انت طول بعرضه اشتغل على قد ما تقدر ليه، وانت جاي من شفته بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما البول اتحرقت ليه؟ ما اتحرقتش يا جماعة. يلا بقى. بقول افضل اتحركن كده لما تقعها في الأرض وتقعد طولتم بعد كده. دي الفطيرة بتاعتي، عايز اعمل لها ورد عشان شكلها حلو. يا استاذ عمرو السلام عليكم. السلام بركاته، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا عم عمرو؟ اخبار حضرتك؟ في نعمه والله يا عم عمرو. والله احنا مجيبين جدا بالاكلات الشهيه بتاعت حضرتك. الله يكبر بخاطرك ويخليك لينا يا عم عمرو. ربنا يخليك يا شيخ، ربنا يديك الصحه كده، يا رب مصر كلها تبقى بخير وسلامه ان شاء الله. ان شاء الله مصر هتبقى احلى بلد في العالم كله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لما فيها الله ناس بخير زيك كده هنبقى احسن ناس في الدنيا. ربنا يخليك يا شيخ. ربنا يحفظ خليك. مصر يا رب. الله يكرم. بعد اذنك يا شيخ بس لو سمحت كنت عايز طريقة البيتزا. من عندي ومن عندي هنجيب لك جميع انواع البيتزا. ربنا يخليك. هاتلي البيتزا يا ست هدى. تأمرني يا فندم، تأمرني سعادتك. طب انا عايز اعمل وردة بقى كده عشان انا شكلي كده ايه ما مرتاح للبتاعة دي حلوة، وعايز اعمل لها وردة. معرفش بقى اعملها ازاي وهتيجي ازاي. طيب يا عم احمد. ايوه يا شيريني. ازيك يا حماده؟ الحمد لله كويس. حضرتك عامل ايه؟ وامرني يا حماده. بص حضرتك كنت فاكر انا اتكلمت حضرتك قلت لك على الشتاكوزا. انت ما عملتهاش من ساعتها يا احمد؟ لا عملتها وكنت لقيت تحفه. طب الحمد لله، انا خفت تكون باظت منك. لا عملتها وفرقت. عشان انت حلو جدا، عشان انت زي العسل وبتفهم كل حاجه بسرعه.
والله شوف عملتها وكنت خايف جدا بس لا تفهم كنتش واثق مني لا لا والله انا بنت احلى شيء بنت احلى شيء في مصر الله يخليك قلت بس ده هيوضرنا لا 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 ما كنتش كده خالص صباح الفل يا حبيبي انت مش هشوف عارف طريقه البيتزا على الشاشة هتشوفها دلوقتي على عيني يا حبيب قلبي غالي والطلب رخيص يا جميل الراجل يا عيني كان بيعمل بيتزا وربنا سترها معاه قلت انا قلت يا صابت يا تنقوه بس طلع احسن مني وعملها ما شاء الله زي الفل في ناس كده بمخها حلو ونضيف بتستوعب اللي بقوله وفي ناس بتبوظ الحاجه وزي صاحبنا يا عم ابراهيم ازيك يا حبيبي يا ابو النظر كله ازيك يا حبيبي منور يا عم ابراهيم انت اللي منور الله ينور عليك وتسلم ايديك على اللي انت بتعمله ده كله انا ما بعملش غير الواجب اللي المفروض ان اعمله صباح الفل على عمي ربنا يبارك فيك انا كنت قاعد في مكان وفي شيف اسمه احمد شادي وعمل لنا اكل جميل وبعدين ده انا تلميذ الشربيني فبقول له احنا الشيف بيعمل لنا حاجات حلوه قال لي انا تلميذ الشربيني هو ضحك عليك ده انا اللي تلميذه يا عمي لا 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 يا حبيبي ده انت ما شاء الله عليك امرني ما شاء الله عليك ربنا لا هو بص طالما قال لك ده تلميذي او هو تلميذي يبقى هو متمكن من نفسه قوي وراجل صناعي زي الفل فانا بعترف بقول انا التلميذ ليه طالما الانسان بتواضع وهو حلو زي كده يبقى احنا التلامذه ليه لا والله ده شاب صغير كده وربنا يكرمك قاعد يشكر فيك قد كده والله ربنا يكبر بخاطرك يا حبيب قلبي ايوه وانت انت ذوقك الجميله دي وايه الجمال ده كله ده ربنا يكرمك والله عايز اعمل حاجه عشان ارضيكم لان انتوا اهلي وحبايبي وروحي بسم الله ما شاء الله مش لاقي حاجه اعملها غير بس هتحركن كده عليكم بسم الله ما شاء الله عليك ده انا عايز حته منها دلوقتي يلا ونرجع في كلامه الله يبعث لك لغايه عندك يا عمي يا شيف عايز اسالك سؤال على المكرونه الفرن نعم بتبقى محروقه من تحت ليه ايه دي ايه اللي محروقه من تحت يا عمي المكرونه الفرن مالها البشاميل لما بعملها بتبقى محروقه من تحت ما احنا برضو لازم يكون عندنا نظريه وما نحاولش ان نبوظ المكرونه فلما حضرتك بتيجي تحطها في الفرن يعني خليها تاخد شويه من تحت وبعد كده احطها على الرف من فوق يعني شويه كده وشويه كده ربنا يبارك فيك امرني يا عمي تأمرني يا عمي بشكر عم ابراهيم الجميل كده هنا اعمل ايه تاني يا عمي طب حاضر بقول لي اعمل اي حركه كده واشتغل بدل ما متني ثلاث تانيات زي واحد صاحبنا كده مش كده عم ال يابا طيب زي بعض بصوا لي يا لينا الو ازيك يا لينا ازيك يا شي عامله ايه يا لينا امينه ها انا مينا امينه ازيك يا امينه انا مينا شربين مينا مينا حبيبي معلش يا سنة سمعت ايه اليومين دول خلي بالك يا ابني شربين وامرني يا مينا عايز طريقه الفراخ المشويه طريقه الفراخ المشويه هنجيب بصلايه كبيره وطماطمايه كبيره ومعلقه سكر ومعلقه زعتر وعندي زيت زيتون وملح وفلفل اقول تاني بصلايه كبيره طماطمايه كبيره معلقه سكر ملح وفلفل معلقه زعتر زيت زيتون عصير ليمون او خل كل الكلام ده اضربه في الخلاط مع بعضه وبعد كده نتبل بيها الفراخ بتاعتي هتبقى عندك فراخ متبله زي الفل اجيب لك بقى دي كده ولا كده اللي تختاره ايه يا جميل طيب يبقى
النهاردة عملنا حضراتكم حاجات يا رب تعجب حضراتكم. المخرج براجع الوردة اللي أنا عاملها. يا صلاة النبي عليك يا مخرجنا يا جميل، باظت ورد الله العظيم. أنا لو اشتغلت جناين يبقى مية مية. سيبك بقى من الطبخ وبتاع كده. يعني النهاردة هديتكم وردة. عايز ألفت نظر حضراتكم، بكرة هعمل حلقة خاصة عن الفتة. هعمل فتة بالكوارع، فتة بالشاورما، فتة بالكفتة، فتة فراخ. انتظروني بكرة إن شاء الله. كل يوم خميس بنعمل حاجة حلوة تراضي حضراتكم. عندنا البروموشن بتاع الفتة بكرة، يا ريت تخليكم معانا. تنتظرونا بكرة إن شاء الله يوم الخميس، هنشوف الفتة نعملها زي مع بعض. بشكركم على حسن تحضيركم، نشوفكم السبت إن شاء الله على خير. السلام عليكم.